ومش بس قلب الادوار الذكر الى انثى والانثى الى ذكر، توصلت الامور معهم اني نقاني ذكر مش باختياري، وليش نقى فلانه انثى برضه مش فرصه مدعومه غربيا تطلق مصطلحات الجندر والمساواه والنوع الاجتماعي والهويه الجنسيه. السلام عليكم ورحمه الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كثير بنسمع على مواقع السوشيال ميديا والمواقع الانترنت على قضية الجندر أو النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسية، طبعا بخاصة المواقع اللي تدعو لتطبيق قوانين حقوق الطفل أو قوانين القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو المساواة بين الرجل والمرأة أو نصرة المرأة. هذه المواقع خاصة مدعومة غربيا تطلق مصطلحات الجندر والمساواة والنوع الاجتماعي والهوية الجنسية. طبعا المقصود بالنوع الاجتماعي، أول ما تسمع نوع اجتماعي بتتخيل أنه بتكلم على أنواع السيارات أو بتكلم على أنواع الهواتف الذكية، وكأنه الإنسان النوع الاجتماعي أنه يخضع للتطوير والتغيير، بحسسك الإنسان أنه ممكن أنه يتطور ممكن أنه يتغير. طبعا المقصود بالنوع الاجتماعي هو الخروج والتمرد على الفطرة اللي خلق ربنا سبحانه وتعالى عليها الإنسان. الإنسان لما يطلع على هذه الدنيا ما بيختار جنس، الذكر بيلاقي حاله ذكر والأنثى بتلاقي حالها أنثى، فهذه القسمة ظالمة وضيزة. يعني أنا شو نقاني ذكر مش باختياري، وليش نقى فلانة أنثى برضه مش باختيارها، ولكن العدل يتطلب أنها تختار الجنس اللي هي بدها إياها. ممكن إن هي أنثى ولكن تشعر حالها ذكر ولكن محبوسة بجسد أنثى، ممكن إنه الذكر يشعر نفسه أنثى ولكن محبوس بجسد ذكر، فهذه القسمة ظالمة. طبعا هذه خروج عن الفطرة وتمرد عن الفطرة، وربنا سبحانه وتعالى بكتابه العزيز القرآن بيّن إن الإنسان إما ذكر أو أنثى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ونزل ربنا سبحانه وتعالى أحكام شرعية تنظم حياة الذكر بطبيعته البيولوجية، وأيضا أنزل أحكام شرعية تنظم حياة المرأة والمهمة اللي خلقت لأجلها. ولكن هدول البشر بدهم يتمردوا على هذه الأحكام، بدهم يتمردوا على فطرة الإنسان إن الإنسان مش مربوط الذكر بذكوريته ولا الأنثى بأنثيتها، ولكن مربوط كل شيء بحسب الاختيار اللي هو بده إياه. والنوع الاجتماعي هي عملية قلب للأدوار، إنه ممكن تكون الأنثى ذكر ممكن يكون الذكر أنثى حسب اختيار هذا الشخص بحريته، ولكن قضية الحرية هي خدعة من أكبر الخدع. هذا الإنسان ما اختار بحريته، إنما في هناك إعلام وضخ إعلامي وجيش من الباحثين اللي وصفوا هذا الأمر بأنه الأمر طبيعي، إن هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان بهذه الكيفية هذه مناسبة له، هيك الزلم بيرتاح. فهو عمليا بيبحث على قضية الراحة النفسية بهذه التصرفات بهذا الدور بيختاره على نغمات الإعلام، على نغمات الجيش الباحثين اللي هم رسموا له الطريق وأوهموا إنه أنت اخترت هذه الطريق وهذه حريتك. ففي باحثة اجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عملت بحث، هل قضية الشذوذ وقلب الأدوار قضية جينات ولا أمر ثاني؟ فبعد التقصي والبحث وصلوا لنتيجة بأنه بعد 1991 كانت عملية الشذوذ وقلب الأدوار في تصاعد، فنتيجة طلعت فيها قالت لو كانت القضية قضية جينات لبقيت النسبة ثابتة، ولكن القضية هي قضية سياسية وقضية إعلامية. خذ لك الأمر المضحك، الحجة بأنه القضية قضية جينات مش قضية مرضية أو نفسية، الحجة عند هذول الناس وعند النسويات بأنه الحيوانات البعض منها مارس الشذوذ بين بعضهم البعض. إذا كانت القضية قضية الحيوانات هي الدليل، في بعض الحيوانات بتقتل وبتاكل أولادها وهم صغار، فهل إحنا ناكل أولادنا ونقتلهم لأنه القضية قضية جينات إذا هذا هو الدليل؟ ومش بس قلب الأدوار الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، توصلت الأمور معهم أن الإنسان أصبح كلب أو الإنسان يختار دور الخنزير أو يكون خرفان. فهذه الأدوار هذه التغييرات في هذه الفطرة ربنا سبحانه وتعالى خلقها هي حرب على فطرة الإنسان، هي حرب على الفطرة ربنا خلق عليها الإنسان. فما ممكن نلاقي الإنسان الراحة النفسية باختيار بخالف الفطرة ربنا خلقه عليها. خلينا نشوف بعض المشاهد لبشر خضعوا للتعديل أو هم اختاروا دورهم الاجتماعي أو دورهم الحيواني. خليكم معنا.
كله ولا هذا بهز ذنبه. الحمد لله على نعمة الإسلام. السلام عليكم.